لكن دعني يعني أجيب بشكل مباشر. أبو مازن أول شيء بيعرفش ولا حاجة في الدنيا المتعلقة في الانتفاضة الثانية لأنه كان بعيد عنا. ثانيا طيب أنا بدي أفترض هالمشهد الكاريكاتيري هذا، إذا أنا دخلت عليك أبو مازن أو دخلت على عزام أو وقلت لكم أنا هيك، هذا يعني أنه أنا عميل. طب شو رديتوا علي؟ يعني يفترض يقولوا لي عيب عليك يا شاب، عيب عليك يعني يا ولد. دخلت عليهم وقلت لهم ما هو هيك الوصف بعد دقائق. لا لا هيك هيك الوصف. إسرائيل حتغتال. وصف يعني كاريكاتيري يعني فضيحة. يعني أنا افترض أن أنا حدث وأنا سأوضح ذلك، شو قلت لي محمود عباس؟ ألا يستحق ذلك وضعي في السجن؟ ألا يستحق ذلك إعدامي ثم محاكمتي مش العكس؟ ما قلت الناس شو قلت لي. ثانيا كل هذه الرواية وهم. أولا الله يرحمه صلاح شحادة استشهد وأنا في بيتي بستقبل السيد ميغال موراتينوس اللي كان مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام، وكان معي دكتور سفيان أبو زايدي، يعني اثنين أحياء مش زي شهود أبو مازن كلهم ميتين، اثنين أحياء. كنت بستقبل الرجل وأكرمه وحدث الانفجار. ثانيا حماس حاكمت وقتلت وأعدمت اللي كانوا تورطوا في حادث استشهاد صلاح شحادة اللي أدلوا بمعلومات. نعم. عن المنزل الذي نعم. كان موجودا نعم. فيه. الأهم من ذلك ما لا يعرفه محمود عباس أنه حتى لما كانت بيننا خلافات مع حماس كنا في القضايا الوطنية والأمنية، وأيضا شاهدي على ذلك الأخ سمير المشهراوي وإسماعيل هني. أخ إسماعيل هني بجيبش أنا شهود أموات، أنه نحن أنقذنا قيادات كبيرة من حماس حين كنا نحصل على تصوير، وليس كان عندنا شوية تكنولوجيا مش كثير، لكن كنا بنشوف تصوير الطائرة الإسرائيلية ونسلمه إلى المستهدفين، خد بالك هي تصوير. هذا بيعرفوش محمود عباس لأنه اللي كان بيعرف عن هذه القدرة المتواضعة بس ياسر عرفات رحمه الله. وحدث أن سلمنا أشرطة عن الشهيد الرنتيسي وعن قائد الجهاز العام. يعني بديش أحكي أنا تفاصيل ربما تفيدني في الشارع. إيه أشرطة أنا إيه؟ لا توثيق لعمليات رصد لقيادات في حماس من قبل إسرائيل بطائرات الاستطلاع كنا نحصل عليها بطريقتنا، وكنا نبلغ المعنيين حتى يتجنبوا شر الاغتيال والقتل. لكن هذا كناش بنقدر نقوله لأنه هذا بيجيب لنا تهم عند إسرائيل أولا. ثانيا أبو مازن كان ولا حاجة عشان يعرف هذه التفاصيل اللي كان بيعرفها ياسر عرفات. والأخ سمعين هني حي يرزق، والأخ سمين مشهرة وحي يرزق. احنا بفكرنا قصة انك اسرائيل تشتغل معها انه بقديل. احنا وطنيين فلسطينيين فتحويين نشعر بكرامة، احنا بنشعر بكرامة وقدرة داخلية تحصننا في الدفاع عن نفسنا من اسرائيل، مش بفكرها على طريقته مخبرين. ثالثا والاهم انه يعني إذا كان حدث هذا الكلام يا أبو مازن كان يفترض تحاكمني مش اليوم، تتذكر كل يوم تتذكر لك قصة. أما موضوع الشهيد صلاح شحادة للتوضيح بالمناسبة، يعني الشيء بالشيء يذكر. بالمناسبة أنا الذي تكفلت من ياسر عرفات رحمه الله بأن أساهم في الإفراج عن الشهيد صلاح شحادة من السجن الإسرائيلي، وهذه قصة ظريفة يجب أن أذكرها. شهيد صلاح شحادة أمضى فترته محكوميته في السجن ورفضت إسرائيل إفراجه. جاء وفد من حماس وتحدث مع الأخ أبو عمار أنه طيب هذا أمضى محكوميته وأنتم بتتفاوضوا مع إسرائيل، واجبكم أنه تطرحوا هذه